طب هنا السؤال، يعني هل الإيمان الابتلاء بيختص بشديد الإيمان أو الناس اللي عندها إيمان حقيقي، ولا ممكن يكون شخص عاصي أو بيرتكب ذنوب أو إيمانه مش قوي أو على درجة كبيرة من الإيمان زي الصالحين ويقع في مشاكل كتير؟ هل ده يعد ابتلاء من طيب ربنا؟ خلينا نرجع لأصل الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كنت لسه هسألك على السؤال ده بصراحة، أي خدمة؟ يعني هو الابتلاء في الخير بس ولا في الخير بالظبط. والشر؟ طيب يعني في الشر بس عفوا ولا الخير والشر؟ طيب خلينا نقول إنه غالب ما نسمعه في إنه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إن الشر هي المصائب والابتلاءات، والخير هي النعم، يعني الشر هو الشدة والخير هو الرخاء. يعني واحد ربنا امتحنه في الفلوس، اداله صحة فربنا بيختبره بيها، والتاني لا، ربنا خد منه شوية فلوس خد منه. لا، خلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن مجموعة من قوم سيدنا موسى، واظهر لنا انه معنى الشر والخير الهدى والضلال، الحسنات والسيئات، النعيم والابتلاء، الشدة والرخاء، كله مع بعضه ما ينفعش نفصل. بمعنى انه الشر والخير ربنا بيبتليك بالسيئة ويبتليك بالحسنة. بالحسنة. ربنا بيقول عن قوم سيدنا موسى: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ربنا هيجيب عبده، هيجيبه، فبيفتح له الباب بالحسنات والطاعات، ده اختبار اللي هو وبلوناكم ونبلوكم بالشر والخير. الخير الطاعات والحسنات وطريق الهداية وأنك مع الله سبحانه وتعالى، ده ابتلاء، ده يعد ابتلاء. طبعا هتمتحن وتختبر فيه، مفتوح. الناحية الثانية المعاصي والذنوب والسيئات، هل سيرجع الإنسان أم سيتمادى؟ بص، ما من لحظة تمر على العبد إلا ولله اختبار فيها. ربنا بيختبر العبد في كل لحظة، ولكن العبد ربما طيب يكون غفلانا وربما يكون ناسيا. طيب تعالي نرجع للسؤال بتاعك بقى، اللي هو هل الابتلاء ليه علاقة بالمؤمنين بس ولا علاقة؟ لا، هو ليه علاقة بالمحبوبين. تاني، واحد على معصية، تعالى بقى نرجع للكلام البسيط خالص، واحد على معصية وربنا سبحانه وتعالى أحبه وأراد أن يعيده إلى حظوته مرة أخرى، فيعمل إيه؟ ربنا يسيبه مرة واثنين وهو مستمر، ثلاثة أربعة، وإحنا نقول له إيه؟ يمهل ولا يهمل، يفضل شغال في الموضوع المعصية ده شوية كتار وما بيرجعش، ونفسه ما بتفوقش ومش عايز يجي من نفسه، فربنا يعمل إيه؟ يقوم رميله حاجة في سكته. تمام؟ رميله حاجة في سكته فيبدأ يفوق. أول ما فاق رجع وقال له: تبت وأنبت،